نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم في المراسم الرسمية لتنصيب الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والتي جرت في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو. ونقل سموه إلى الإمبراطور تهاني صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنية سموهم للإمبراطور بالتوفيق والخير في خدمة وطنه وشعبه ورفعته وتقدمه. وأعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان. وقد حضر مراسم التنصيب معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان، وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.